ربنا معاك يا ابني، ادعي له يا سعاد. والنبي يا اخويا من امبارح وانا عماله بدعي له ان ربنا يوفقه. يا عم خش بقى شوت بقى شوت يلا. انت ايه؟ انا ايه؟ تشجع مين انت؟ الاهلي طبعا. ماشي بس انا ابني بيلعب. فهمت. انا اسكت يا خالي. انا مش خالي ومش عايز ابقى خاله. ايه رايك بقى اللي تشوفه يا عمي؟ ولا عمه. خلاص يا خالو معلش، هو بس علاء متعصب شويه. خلاص خلاص يا اخويا، خلاص يا اخويا هيسكتوا. هو الواد ما نزلش ليه؟ احتياط يا سعاد، احتياطي. احتياطي اكيد يا هند. ماشي اكيد المدرب ده بيكره ابني. وهو يكرهه ليه يا خالو؟ ما نزلوش ليه لحد دلوقتي؟ العيال مضغوطه. هو وليد قال لي ان هو هينزل الشوط الثاني. ايوه شو خش شو يلا يلا ما تسمعونا حصه نزلوا اتفرجوا على الماتش في القهوه تحت، ولما يخلص الماتش بتعالوا. يلا بره بره. خالو خلاص معلش هنتفرج واحنا ساكتين من غير ولا كلمه ولا هطردكم. حاضر خلاص خلاص يا رمضان، هيقعدوا يتفرجوا وهما ساكتين. مش عارفين نتفرج يا سعاد. معلش يا اخويا خلاص بس منك بقى. بس بقى وانت كمان بس بقى. حاضر. في التالتة شمال الحمد لله الحكم صفر كده. حلو قوي، 1-0 والواد ما لعبش. تمام تمام. ايه بس يا رمضان، ده الواد خسر. خسر ايه؟ 1-0 قدام الاهلي مش خساره يا عبيطه، ده مكسب كبير قوي لابني كل فرقته. خلاص بقى يا رمضان، خلاص الماتش خلص. سيبيه مش عارف. معلش يا اخويا هيموت على شويه قمر الدين، حرام عليه. خلاص ما اشوفكش تتفرج على ماتش معايا بيلعب فيه وليد ابني، وخصوصا لو بيلعب قصاد الاهلي او الزمالك. طب لو بيراميدز؟ اقول لك انا مش عايز اشوفك بتتفرج معايا خالص. خلاص يا عم رمضان خلاص. اما لو كان وليد ابنك اساسي كنت عملت فينا ايه؟ بقول لك يا نوال، ما تبص على وليد كده احسن يكون نسي وراحت عليه نومه جوه. لا انا لسه شايفه وليد خارج مع واحد. واحد صاحبه؟ لا 1-0. حلوه والله حلوه الصراحه حلوه. طب يلا حلوا بقكم بقى.